انتم كنتم تمروا على ليبيا ما يسمى بليبيا الان بدون جواز سفر، تذهبوا الى الحج بدون جواز سفر. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، اعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود وتقاتلوا علشان الحدود، امنعوا التونسي انه يمشي لليبيا، امنعوا الجزائر انه يمشي للمغرب، امنعوا المصري انه يمشي لليبيا، امنعوا السوداني والمصري انه يتلاقوا، علشان تبقى هذه الامه مشلوله. يا اخواننا لابد نفيق، نحن في خطر. فعلا نحتفل اليوم بان تونس دوله مستقله، والجزائر الحمد لله بعد هالعذاب دوله مستقله، وليبيا كذلك. هذا صحيح، لكن ما نضمن بكره نكونوا مستقلين ام لا، قد نكون مستعبدين، لان هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على 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 وجودك بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني مو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الاقوى الذي قادر يدفن فلسطين احياء، هذا هو اللي باقي، اللي عنده الفانتوم الامريكيه هو اللي باقي. ما تقولوش والله حق، الشعوب عند الحق في تقرير مصيرها، هذه بديهية، لكن من يطبقها؟ ما الشعب الفلسطيني عند الحق في تقرير مصيره؟ ما لم بالقوة يقرر مصيره، ما في حد يطبق له يقرر له مصيره. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف منحط، هو الذي سبب الكوارث البشرية، هو الذي قاد الحرب العالمية الأولى والثانية والصليبية والبونيقية، ولا زال يقود حروب جديدة لتدمير البشرية. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضية؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف، وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازية الاستغلالية العنصرية الحاقدة. الشعوب الأوروبية لا تريد أن تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد أن يقاتل الجزائر أو تونس، ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظرية الحكومية، نظرية العسف والاستغلال، هذه الدوائر حاقدة جدا وتقود حرب حاقدة ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم إذا 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 وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة، لا يراع فيكم إلا ولا ذمة، ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن يرضوا عنكم، امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصاع صاعين ويدها طويلة، عندئذ يجلسوا معنا على 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 مائدة المفاوضات ويجعلوا حدود لمطامحهم التوسعية. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. أما تعاون بين قوي وضعيف، احترام بين قوي وضعيف، بين محتاج وغني، لا يمكن أن يكون. هذه ليست قاعدة أبدا لا نعتمد عليها. كيف يقوم تعاون بيننا وبين أوروبا إذا كنا نحن ضعفاء وهم أقوياء؟ هم يريدون لبلادنا العربية أن تبقى سوق استهلاكي يستهلك ويستوعب ما ينتجونهم من نفايات، ويريدوا لنا ألا نكون قوة صناعية حتى لا نصنع الغاز والنفط والزيت والفوسفات لكي يأخذوه هم لمصانعهم ويصنعوه ويبيعوه لنا. هم يبغون احنا سوق استهلاكي ومنطقة مناورات، ولما تقوم حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز، يحاربوا فينا في نهر الأردن وفي نهر اليرموك وفي نهر العاص وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار لعلمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن نقاوم. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى
بان احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتاتى بالوحده، بالوحده فورا، يحشد البشر الكتف على الكتف، والامكانيات والمياه والحبوب وميه المطر والمياه الجوفيه والبحر والشمس وكل الامكانيات يجب ان نرصها ونحشدها ليل نهار قبل ان ياتي الاستعمار مره اخرى. اي توجه غير هذا مهلكه، تضيع للوقت وخداع. اي توجه غير التوجه الوحدوي الجاد والفوري بدون تردد وبدون خوف هي خيانه لمستقبل الامه العربيه وخيانه للاجيال القادمه. الاسرائيليين الان يصنعون صواريخ مداها 4000 ميل لكي تصل تونس وتصل الجزائر. الاسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الامه العربيه. هذا قتال الوجود وليس قتال حدود، وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقيه الشعوب العربيه. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابه عنكم، يجب دعمه وحشد كل امكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لان الخندق الفلسطيني هو الخط الامامي للدفاع عن الامه العربيه. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه من محيط الخليج، يريدون اقامه امبراطوريه اسرائيليه فوق الارض العربيه. ما تسمعوا حكايه الكلام بصيره السلام؟ خداع، تدجيل على الجماهير. اي مسيره سلام؟ مسيره دمار ومذابح في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في ليبيا. مسيره السلام هي التي مكنت الطائرات الاسرائيليه من الهجوم على مدينه تونس، الفلسطينيين في تونس. الان يدفن الفلسطينيون احياء وهم احياء في فلسطين اليوم. هذه هي مسيره السلام. هذه فرضها الانحطاط وخور ضعف العزيمه العربيه. لما كانت الامه العربيه قويه والقوميه العربيه صيحتها قويه ورايه القوميه العربيه رفعها جمال عبد الناصر قويه، ما في هالجماهير التي رايتها في ليبيا، في تونس، في الجزائر، هالشباب، هالجيل الجديد، هذا هو امتداد لجيل الغضب في فلسطين. هذا الجيل جيل الغضب لا يقر هذه الترهات اطلاقا ويرفض هذه السياسات جملة وتفصيلة. جيل الغضب الآن يريد تدمير الحدود وإقامة الوحدة وإقامة القوة ومواجهة التحدي بالتحدي وتحرير فلسطين وبناء الاشتراكية وتوزيع ثروة الوطن العربي على أفراد الشعب العربي. هناك غني وفقير، غني وفقير، حاكم ومحكوم، مسلح وأعزل. من أين هذا الغني؟ من أين جاء الغنى؟ من ثروة بقية المواطنين الفقراء. إذا هناك غني معناها في فقير، إذا وجدت في أي بلد فقير معنى هذا أن هناك واحد غني. الغني لا يكون غني إلا من ثروة الفقير. لا بد أن يسود العدل الاجتماعي ويتم توزيع الثروة على كل سكان الوطن العربي. وبترول العرب للعرب. تونس ما عنده بترول، ليبيا عنده بترول. غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك لليبي وملك للسوداني وملك لليمني. هذه أيها الأخوة، هذه الصورة التي نعيشها اليوم، وهذه الحالة التي نعيشها اليوم. علينا أن نفكر في الغد حتى لا تتكرر هذه المأساة. يجب أن لا تتكرر مأساة ساقط سيدي يوسف. يجب أن لا تتكرر عذابات الشعب الجزائري مرة أخرى. الشعب الجزائري الذي دك البيض شرد. ويجب ألا نكون مثل الشعب الفلسطيني مرة أخرى. اليوم ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام، يا وحدة يا تصبح زي الهنود الحمر. تسمعوا الهنود الحمر، تسمعوا بالغجر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. العرب يراد تشتيتكم، هذا يتحدي أمة تتحدى فيكم. يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها مش تطاطوا الرأس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. نعم، وإلى الأمام والدفاع مستمر.